غودر أغنية جديدة هيت جديد مبين لتامر نفار عن الجريمة والعنف زي ما فهمته بتتمحور الأغنية والكليب. نرحب بتامر. مرحبا تامر. شادي مشتاق لك، كيفك؟ تمام وأنا مشتاق لك، وأنت دائما بتجينا بأغاني حلوة، هالمرة جايب لنا هيت جديد. حبيتها؟ آه طبعا. احكي لي شوي التفاصيل عنها، شو حبيت تقول؟ طبعا واضح شو بدك تقول، بس احكي لي شوي أكتر، شو خلاك تغنيها؟ أول إشي حبيت أجيب لون موسيقي جديد، مع إنه راب شوي أكتر، راب معاصر، أسلوب الدريل هذا بسموه، فكتير كنت حابب إنه أفوت هذا العالم، كتير يعني صار لي بسمعه فترة وكان كنت حابب أعمله. بالنسبة للرسالة، أول شيء كان مهم لإلي إنه دائما بصمة اللي تكون موجودة، وهذا مصطلح للداوي، وطبعا على الطريق زي ما بحب دائما إنه ما أنساش الواقع اللي إحنا عايشين فيه وأجيب الرسالة. صحيح. كمان كليب قوي بالبداية، صادم كمان شوي، احكي لنا شوي للي بعده ما حضر الكليب. اول شيء الكليب اخراج ميشيل زنانيري، متاسف العبقري ميشيل زنانيري. من وين ميشيل؟ ميشيل من عنا، ما بين القدس ورام الله ولندن. حلو. حتاني فيديو بنعمله مع بعض، اول فيديو كان مع The Beat Never Goes Off، صراحة غوتر وذا بيت نمبر جوز اوف انعملوا بيومين مع بعض، وقت وقت ما كانت اللبي تحت النار زي ما بيقولوا. كليب صادم يعني، كان مهم لي انه اصدم. بالاخر انا مش فنان اللي جاي مكياج ولا يلطف، كمان بدي اكون مميز بالصوره اللي بجيبها، ومش انه باجي من غير قله احترام للباقي، بس يعني انا تعبت اشوف في التلفزيون، اروح اضبط شعراتي واعمل حواجبي واحكي على مغنيين ومغنيات وامثل واقع مش واقعي. كان مهم لي اوكي بدكم تروحوا على الاخر هناك، انا بروح على الاخر واقعي وقوم للوجه. بنشوف سمر قبطي بتشاركك كمان بالكليب صح بالاول؟ سمر خلص، انا سمر فور لايف زي ما بيقولوا. بنذكر المستمعين انه شاركته بمفرق 48، وقتها حكيت بعد مفرق 48 انه ممكن يكون في مشاريع سينمائيه، ممكن جزء ثاني من المفرق، بس لحد اسا ما سمعنا عن اشي صار. انا بفيلم موجود، فيلم سمر الجديد اللي لازم يطلع، بعرفش امتى لازم تحكي عنه، وضروري لي اقول انه انا باخذ سمر وبحطها بدور مركزي وبطل، وهي اخذتني بدور ضيف صغير لدوب ثواني، فضروري اقولها عشان سمر تسمعها المره الجايه. تمام. شو عندك مشاريع سينمائيه بتقول انك لك وجود بالسينما؟ احكي لنا. المفروض بشهر 6 نازل فيلم صورته قبل الكورونا، كان لازم ينزل قبل الكورونا. اللي بقدر اقول انه راح افاجئ بلون اكثر كوميدي، رايح على اخر كوميديا، غير تامر النكت، في تامر مع حس فكاهه مش بس تامر النكت. فهذا راح يطلع اعتقد بشهر 5 أو 6، هذا ما كان ليش علاقه فيه بالانتاج وبالكتابه زي جانكشن، فما عنديش تفاصيل دقيقه، انا هناك ممثل. طيب نستنى بنشوف تامر الكوميديان هالمره. قلت لي ايوه تعاملت تامر مع فنانين كتار، وبشوفك بتستضيفهم كمان عندك بالانستغرام، في مشاريع جديده مع مين رح نسمعك قريبا؟ بقدر اقول مع رشا نحات حاليا، ومع ناصر من الاردن، ناصر اللي بيعمل بيشتغل كتير مع نويل خرمان، بيشتغل مع عصام نجار، بيشتغل مع كتير حلو، وطبعا رشا نحات اسمها قدامها اكيد. وكمان عشان بالانجليزي، فبالانجليزي شوي عم بخطش الجدار بيني وبين اوروبا وامريكا، وطالع بشهر 4 على امريكا، عسبت انه نشوف اي تعاونات ان شاء الله تكون حلو. نحكي كمان تامر عن قدام الالبوم الرابع على الطريق، ولا لسه مش عم تشتغلوا مع بعض؟ حاليا بقدر اقول انه عملنا بنحكي افكار بالهواء، لسه ما دخلناش انه نقفل حالنا الباب ونشتغل. نرجع للفنانين الجيل الجديد اللي عم نسمعه لسه، بشوفوك مثل اعلى لإلهن، بتحس هذا الاشي؟ اسالهم هم، انا بتامل. انت شو احساسك من خلال التعامل معهم؟ انا احساسي انه هذا السؤال لهم مش لي. انا على امل انه يعني شفنا كمان علاقتنا الطيبه مبين انه بس بفضل تسالهم. شفنا انه في كمان رابر بالعيله رام، شفنا اجمد حطيت بتحط اغنيته. اذا بتحب انفع طبعا. اي بدك نحط انا بطل ولا ستوب؟ حط انا بطل اللي بتحبها اكثر، انا بحب التنتين، بس انا المجبور اقوله انه رام هذا يعني الله يحميه، هو وكريم كمان، كريم عنده مواهب بس كريم مرفض انه يطلع لبرا اكثر، كريم اكثر بعالم الرياضه حاسه، بس رام من النوع اللي بتقول له بنفعش تصور حالك بالجيل هذا وتحط حالك باليوتيوب، فبروحه بجيب باخذ طاقيه بابا طاقيتي انا بخزقها وبحط قناع بقول لك هلا بقدر اتصور. دائما بيلاقي حلول يعني، مجبور اقول كلماته ومجبور بقول انه هو بيلحن كمان حلو يعني، ما شاء الله بدي الحق حالي قبل ما شو اسمه. في جيل جديد تامر. كله بضل بالفاميليا. أكيد أكيد. شكرا لك تامر، ونختم إذن مع رام. يلا أنا بطل. أنا بطل. تمام شكرا. شكرا تامر، إلى اللقاء، باي باي. أنا بطل.
بطل انا 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 بطل ان